مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضيه التونسيه، اتفاق مبدئي بين الترجي الرياضي التونسي والمهاجم علي المرزوقي. باش نشاهدوا اكثر تفاصيل على هذا الموضوع، ذكرت صحيفه الصباح الاسبوع يوم الاثنين ان مهاجم نادي الصفاقسي علي الدين المرزوقي قد دخل في اتصالات مع مسؤولية الترجي التونسي في الاونه الاخيره، افادت كما قلنا على حصول اتفاق مبدئي بين الطرفين في انتظار فسخ اللاعب عقده مع النادي الصفاقسي، حيث ينتظر المرزوقي قرار لجنه النزاعات بالجامعة التونسية لكرة القدم التي قدم لها شكوى ضد النادي عاصمة الجنوب بسبب عدم حصوله على مستحقات المالية طيلة أشهر طويلة. وحسب ذات المصادر فإن صفقة انتقال المرزوقي إلى الترجي التونسي أصبحت رسمية بستنهز كما قلنا قيمتها المالية 1,000,000 دينار للاعب سنويا، تقريب 1,000,000,000 في العام.